وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي على عدة قرارات، من بينها مشروع قرار رئيس الجمهورية حول انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية متعددة الأطراف المتعلقة بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية والمعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010. تهدف تلك الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل تفعيل القوانين الضريبية المحلية بأفضل شكل ممكن مع احترام الحقوق الأساسية للممولين دافع الضرائب.